تأسيس وتحصيل مهارة القيادة. القيادة في كل المستويات الإدارية. ليش في كل المستويات الإدارية؟ لأنه دائما القيادة كل المدراء رؤساء الأقسام يعتبروا قادة. لأنه أنت عندما تكون رئيس قسم في هناك العديد من الموظفين اللي إيش أنت مسؤول عنهم. وبالتالي تعتبر بموقع قائد بحيث تستطيع how to influence to the employees. كيف تستطيع أن تؤثر عليهم من خلال الخبرة، من خلال التعامل الجيد، من خلال سياسة الترغيب وليس سياسة الترهيب. السياسة القهرية كثير من المدارس، نعم السياسة القهرية اللي هي التهديد بالعقاب والتهديد بقطع الراتب والتهديد بالفاصل. يعني وأحيانا الموظفين يا شباب عندما يداوم يجعل القانون تطبيق القوانين هو هدف، علشان ما يخصمش راتبه إلا يعني ما يفصلش يروح يداوم على أساس إيش؟ خايف. بينما الهدف المفروض يكون إيش؟ لا لا الهدف هو إيش؟ تحقيق نعم المفروض يكون الهدف هو الغاية، هدف الشركة. إيش الأهداف التي تسعى لها الشركة؟ لكن يخلي أهداف الخوف من العقاب. ولذلك تلاحظ الموظفين، كثير من الموظفين يعانون من عدم الأمان الوظيفي والحالات النفسية نتيجة الشيء بالذات في القطاع الحكومي، ما يتعاملش بمهنية. دكتور أحيانا التدريب يفشل عن تطوير الموظف بسبب إنه الموظف تم اختياره للموقع الإداري بشكل مش صحيح، يعني إما أن يكون الوظيفة أكبر من الموظف أو العكس. هو هذا قد نقول تحديد الاحتياجات لازم تتم وفق دراسة وظيفية، دراسة دقيقة تحدد الاحتياجات التدريبية من الإدارة التي تحتاج إلى عملية التدريب فعلا. وأحيانا يكون في تحديث وتحول مستقبلي للشركة فيبدأوا يبحثوا عملية التدريب. أحيانا يفشل ليش؟ ما يربطوهاش بالمكافآت والحوافز. يعني مثلا ممكن يعمل لك دورة تدريبية في العصر، أنت كموظف إذا ما ربطهاش بالحوافز بعضهم يقول لك يلا بحضر يوم بغيب يوم بغيب ثلاث أيام يتكاسل. لكن عندما يربطها بحوافز إنه يستلم مبلغ يوميا أكيد بيحرص إنه على الحضور. فلو عملت دورة محلية مثلا ما بيحضرش كل الموظفين لأنه ما يربطهاش بالحافز. لازم تربط الدورة التدريبية بالحافز. لا انا عارف هو انا اقصد المعمول فيه، المعمول فيه انه لازم تربط بحوافز. احنا كنا نفذ دوره تدريبيه يا شباب. بس يا دكتور الدوره التدريبيه نفذت انا لزملائكم في الجامعه اللبنانيه، كانوا يعطوا لكم ولا لا؟ بالشهر 100 دولار كام ولا 200؟ المهم انه جانب رمزي. احنا دكتور صار الموظف كان 500 ريال. اذا هذا هو الحافز، اذا ربطوها بالمكافاه والحوافز حتى لو مبلغ بسيط بيحضر. بس اذا الجامعه لا باس. البركه اشوف فيك يا سمير، يعني انت الان تعتبر بروفيشنال تطبق هذه الاشياء. يعني فعلا اقتراحات والاشياء هذه كامله بالتفصيل. أنا أرى إنه 18 علشان يأخذ، لكن بعد ما تظهر آثار الدورة على الموظفين هذا ممكن يكون سبب ولا لا؟ شوف الشركة دائما يا جماعة تحرص إنه على رضا الموظف، يعني ينفق مواصلات يريد ما يريد كذا، يعني ما نزيد نخليه يعني يخسر. الشركة لازم تراعي. شوف ما فيش حاجة اسمها ما فيش حاجة اسمها يعني الفصل التعسفي أو إيقاف الراتب، في حاجة اسمها معالجة للمشاكل. مثل ما قلنا أربعة، أنت كمدير ناجح تستدعي الموظف، ما هي المشكلة التي يعاني منها؟ أحيانا تكون مشكلة اقتصادية وأحيانا تكون مشكلة مرضية، يعني ما يستطيعش يدرس إنه يعني عايش بحاله صحيح، يكون عنده مرض ما يقدرش يعالجه وهو يشتغل ليل بنهاية في الشركة. إذا ما هو دور الشركة تجاه الموظف؟ لازم تعالج المشكلة، لأنه هذا خلص خصص كل وقته بالشركة. ما قدر يدفع إيجار. كم بالقسم أمس؟ فبالتالي أول جانب الآخر، أول جانب الآخر أحياناً يكون السبب مش الموظف، السبب إنه تكون أعطيت له وظيفة أكبر، يعني ما فيش تكافؤ السلطة والمسؤولية. وأنا أطلقها تكافؤ السلطة والمسؤولية.
أعطيت له وظيفة أكبر من حد أو قد يجزى حديثة مثلا ما تدربش عليه، وبالتالي هذا يكون العلم للشركة تحاول تعالجها. إذا في كلا الحالتين بتعالج المشكلة أكيد، إذا هو مقصر أو تلاحظ أنه بدأ يغيب وكذا معناته أنه في مشاكل، يعني أنت تزيد تطبق عليه العقاب سياسة الترهيب وعلى علشان إلى وين بتوصله إلى مرحلة خلاص انتهي تمام معيش جرى عقاب معيش هذه مشكلة. تزيد ممكن أنت تدفع الروح المعنوية حتى بالحافز المعنوي حتى في الاطمئنان اللي تتصل عليه انتم موظفين تلمسوا هذا الجانب ولا لا؟ نعم هذا بيهتم باختصاصات الموارد البشريه. ايوه اختصاصات الموارد البشريه نفس الكلام جو. قلت نفس الكلام اختصاص الموارد البشريه يتعامل علاقه هذا الشيء لا يوجد. اذا كان بعض الادارات في الجانب الحكوميه بعض المدراء مش مؤمنين بفكره التدريب أخذ منصب هذا إما مسجد بي أو مقاصر أو خلّم تجاهزين لا شغل الأمور والدور مشاهد فلمين كمدير جرّد الطاقم خلّي تشوف إحنا إذا ضلينا إذا معناته أن إحنا المفروض نعالج المشكلة من فين؟ مش إحنا نقول الوقاية من خلال التخطيط اللي هو المستقبلي ممكن يوصل 10-20 سنة بمعنى إنه إحنا نؤهلكم ونؤهل الطلبة هذا كم بيستمر؟ أجي وقت ينتهي فان احنا نخطط الى 20 سنة قدام مش ضروري انه الان نطبقها المهم ان تطلع جيل مؤمن بهذا الشيء ايوه هذا هو الاسم ما ننظرش يعني التخطيط دائما زي ما قلنا لكم يسبق العمل لما احنا مستعجلين نريد نصلح تصليح اني وقتي نقول خلاص ما عادش تصلحوا عشان البلاد هذول كذا هذول فاسدين هذول بس بيمشي لكن هل نستسلم؟ ابدا عد الاساس من المنبع عالج المشكله من فين؟ مش نعالج المشكلة القائمة، ما نستطيع أن نعالج المشكلة القائمة في اليوم. الوطن محمد صلى الله عليه وسلم. نعم الله. يعني هذا الوضع شفت ظلام. تخطيط كان يعني على المدى البعيد. والحث على الصبر. يا شباب أنت تعرف كم الصبر في الخندق كم الصبر ذكر في القرآن الكريم؟ في 93 موضع. احنا نشوف في اليمنيين ما فيش صبر عندنا. لو كان في صبر وحكمة مش نوصلش إلى اللي وصلنا إليه. أنتم بيجي اليوم بتشوفوا إنه بترجع المياه إلى مجاريها. لكن شوف كم فقدت قيمها. أحيانا أنت ممكن تقدم تنازلا. أحيانا أنت إذا قدم تنازل لإنقاذ الآخرين. أحيانا تضطر أن أنت تقدم تنازل حتى لو أنت مضروب. في سبيل إنقاذ إيش المجموعة، لكن هنا هؤلاء طالما شوف لو كانوا ما يتهمش للخارج، لو كان ما فيش ارتهام للخارج من كل الأطراف، كانوا مجانين، كيمنيين كأخوة، أنا حين المستلوب مش مطلوب، لكن الآن لا التدخلات الخارجية هذه مشكلة شوف، يعني شوف إيران تتدخل يعني بصمت تعمل. بالصمت وتشتغل بشغل غير عادي. شوف السعودية عندها فقط الشعارات اللي من الآن اللي بندرسها شعارات واللي براقة وكذا ما تشتغلش. احنا كنا في الهند الشيعة عندهم في الهند تخيل في إيرانيين في دعمهم غير عادي قدهم بماليزيا قدهم بدول الغربية يعني منتشرة يعني أغلب الهنود المسلمين شيعة المناطق شيعة لانه شوف كيف استغلوا المواقف لانه ما يفهمش الاسلام بالشكل الصحيح ما يشتغل بصمت ما يفهمش الاسلام وهو يقول لك انت من ابناء الرسول يتبرك بك افريقيا على اساس البركه حتى نحن عندما كنا ندرس هناك يقول لك انتم من قريش انتم كذا يعني من نسل النبي وهكذا يعني يعظموا ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهم استغلوا هذا الايراني يعني وبالتالي يشتغلوا بصمت السعوديه بالفلوس اللي عندها والأموال بالله عليك يعني ما كانش قد امتلكت القنبلة النووية ممكن هي اللي دعمت باكستانية بكل سهولة كانت ممكن تمتلك القنبلة النووية والحد كله لكن أما لا تخسر الفلوس وهذول الجالسين يشتغلوا إيش بصمت هذه مشكلة الصبر عندما يكون إنسان الصبر هذه المهم الانفعالات هذه ما تؤدي إلى تحقيق النجاح أي واحد منفعل أو يتخذ قرارات انفعالية
مش مبني على معلومات. لازم تروي والصبر اذا اراد ان يحقق الشخص نجاح. طيب ابعاد عامل الخوف وعدم الامان من السلسله هذه مهم بغاية الاهميه. نعم eliminate the fear and create trust. المهم انه القياده والاداره تتبع سياسه ايش؟ الترغيب وليس سياسه الترهيب اللي قلنا قائمه على ايش؟ العقاب التهديد والعقاب قطع الراتب والتسريح. سياسه الترهيب اللي هي تعتمد على الترغيب تعتمد على النصح والارشاد. احيانا حتى اذا اخطا الشخص وقلت له باسلوب مرن خلاص ممكن يخجل من خطاه وممكن يعدله يعني بكل سهوله، لكن اذا قلت له باسلوب عدواني ممكن يزداد ايش؟ اكثر. لانه في يا شباب شخصيات اقترابيه وفي شخصيات ابتعاديه، هكذا طبيعه النفس البشريه. الشخصيه الاقترابيه هذه ينفع معها التهديد. التهديد والوعيد ينفع. يعني اذا هددوا مثلا يعني بقطع الراتب يعني تلاحظوا من اليوم الثاني قد يكون الساعه 7 فوق المكتب. كذلك حتى في الدعاء. الدعاء ايضا يجب ان يفهموا شخصيه الناس عندما يمارس عمليه الدعوه. لانه ايضا في شخصيه اقترابيه عندما تقول له الجنه والنار وعذاب القبر بتلاحظ انه بيروح من يعني مباشره بيصلي حافظ على الصلوات وعلى كذا يخاف. شخصيه اقترابيه هذه تسمى. كذلك حتى في الإعلانات، أنت عندما تقوم بصياغة الإعلانات لو تلاحظ الإعلانات التي يقوم فيها المرؤوس كلها تركز على الشخصية الاقترابية. فقط شوف شنا إعلان يركز على الشخصية الابتعادية، يركز على الشخصية الاقترابية اللي هي أصلا ما تسرعش. شوف الإعلانات اللي تسمعون تبي إيش السرعة تؤدي إلى إيش؟ إلى الموت. نحن بانتظارك يا أبي مثلا، كلها تؤدي إلى إيش؟ ترهيب. وبالتالي هذا الشخص اللي هي اقترابية اصلا يسوق بشكل بطيء. اللي يسوق بشكل سريع هو الشخصيه الابتعاديه، ما فيش اي اعلان موجهه ولا بالشركات الاخرى. هذه انتم المفروض تكونوا محترفين فيها. الشخصيه الابتعاديه هذه يعني اذا يتروا بسياسه الترهيب يزداد عدوا منظورا. ليش تلاحظ انت احيانا الدعاء اذا كان شخصيه ابتعاديه يدعو مثلا الى كذا او الى يقول لهم يعني يزداد زياده زياده. صح ولا لا؟ يقول له معلش يا جنة هذه قليله. يعني ما يقبلش من اي شخص. واضح؟ كذلك الشخصيه الابتعاديه بالنسبه للاعلان. يكون شخصيه مثلا في المرور هو الشخصيه الذي يسرع. يعتبر السرعه نوع من انواع الاحتراف. تجي تساله مثلا يقول لك محترف انا بسم الله. ولذلك تحس له يسوق بسرعه عاليه. ما حد وجه له اي اعلان. يفترض الشخصيات اللي مثل هذا النوع تتوجه له نوع. تجي له من فين؟ ما تجي لهش بسياسه الترهيب. انت ما تشوف احيانا حتى من الاسره الاخوان الاقارب اذا جيت له بسياسه الترهيب ما يمشيش معه نهائيا. في شخصيات تجي له من المكان الذي هو مهتم فيه. تدرس الجوانب النفسيه والسلوكيه السيكولوجيه حقهم. تشوف ايش اهتماماتهم. تلاحظ شخص مثلا يريد يكون عاقل حاره مثلا. شخص يريد يكون قائد، شخص يريد يكون زعيم. فتجي له من هذا المنطق. فتقول له مثلا والله شوف الناس كلهم يحترموا وكلهم يقدروا يعني بيرشحوك الان عضو مجلس نواب ولا عاقل الحاره ولا كذا، لكن ينقصك حاجه واحده لو رحت الجامع تصلي معهم بيقولوا هذا قد هو اكتمل. فتلاحظوا من اليوم الثاني قعدوا في الجانب من الجانب اللي هو ايش مهتم فيه. كذلك في الاعلام مثلا المطلوب تخاطب الشخصيه الابتعاديه ما تجي تقول له ايش في الاعلام، ما تقول له ايش السرعه تؤدي الى الموت، تقول له لا السواقه ببطء دليل ايش؟ الاحتراف. فهو عندما يشوف هذا هو ينظر للسرعه انه احتراف يبدا يتاثر بهذا الجانب. يبدا عندما يشوف الاعلان مثل ما هذا القياده ببطء دليل الاحتراف يدور من المنطلق الذي يفكر فيه. فلذلك احنا دائما نلاحظها حتى لاصحاب الدعوه علشان يكتمل. ليش اقول لك لازم يلم الشخص بامور الدين
وأمور الدنيا مهمة. إذا الدعاء قدر يفهم شخصية كل واحد بيخاطبه من المنطلق الذي إيش؟ الذي هو فيه، بيكون في نوع من التفضل. لكن تجيله أحيانا من هذه الشخصية الابتعادية، وهذا اللي يحصل التكفير وما تكفير، ويعني تجيلك على شخصية ابتعادية يحصل أحيانا نفور بينهم، فبالتالي لازم كيف تتعامل معهم، تشوف شخصيته هل شخصية ابتعادية، إذا نتعامل معهم من المنطلق الذي يفكر فيه. صدقنا أن الطريقة مجدية حتى في الشركة يا شباب، بالإعلانات تركزوا على هذا الجانب، ما يكونش الإعلان فقط موجه، لأنه عندك شخصيات متعددة، ما يكونش موجه لفئة محددة فقط، موجه لكل الشخصيات لكل الفئات. هذه لازم تدرسوها. ليش الفائدة من علم النفس؟ علم الناس يعني وسلوك دراسة السلوك الإنساني لأجل هذه الأشياء، لأن الناس different behaviors، سلوكيات مختلفة. وبالتالي أنت عندما تصمم إعلانات كمتخصص، ما تصممش إعلان لفئة محددة، لازم لكل إيش الفئة، تركزوا عليها. تدرسوا علم النفس ما في مشكلة، درسوها من باب الهواية هوبيز، سلوك التنظيمي درسوا أيضا، بحيث أنت الشخصيات ادرسوها بحيث تفهم كل شخصية ما هي إيش متطلباتها. هذه كل الدراسة يا شباب تدرس إلى جانب العلم. العلم ما يصدق شغل طيلة بكل شيء، أنت خليها من ضمن الهوبيز الهوايات، بحيث أن أنت توصل إلى مرحلة الكمال يعني. واضح؟ النقطة التاسعة، إزالة العوائق والحدود بين الإدارات. أحياناً يعني يكون في عوائق بالنسبة للاتصالات، الاتصالات تكون مغلقة، ما فيش اتصالات مفتوحة. الاتصالات إحنا كنا نقل البيانات والمعلومات والمقترحات، أحياناً تكون مغلقة، ما فيش تعاون، ما فيش روح الفريق الواحد بين الأقسام، كل قسم يعمل بمفرده، وأحياناً يتصارعوا على إيش؟ على الموارد، يتصارعوا أحياناً على الموارد. لو تلاحظ أنت مثلاً في المجموعة ببيت هايل، تلاحظ مثلاً إدارة التسويق وإدارة الجودة في صراع شديد بينهم. إدارة التسويق تشوف الفلوس عندهم، السيارة الفارهة والبيوت وإدارة الجودة الموظفين مساكين، يعني عندهم كل الامتيازات التي يحظى فيها إيش؟ إدارة التسويق. وأحياناً عندما يكون في يعني الصراع هذا على الموارد، يعني إذا ما فيش توزيع عادل للموارد يحصل إيش؟ الصراع، يحصل الصراع. لأنه أحياناً إيش اللي يفكروا فيه؟ إذا فهمت الموظف إنه الهدف هو إيش؟ الجودة، وليس أنك تنافس زميلك. بعضهم ينظروا للعمل الجماعي إنه كأنه إيش؟ من باب المنافسة. أيوه، يعني أنا الصراع ما بين شؤون الطلاب والإدارة، قلت شؤون الطلاب إحنا إدارة بنجيب لكم الصلاة، المفروض تدلنا على شغلنا. لا، هنا في حد المكافأة لكل موظف. الآن يحصل تصادم بينهم، تصل يعني للشتائم. شوفوا هي العدالة، متى ما تحققت العدالة؟ حتى لو يتقاضى الموظف راتب بسيط. الصراع اللي باليمن والحادث يسبب هذا الكلام. نعم، حتى في القطاع الخاص. شوف الآن احنا برضو بجامعة السعودية، برضو نعاني من ايش؟ نظرا لغياب الأنظمة واللوائح، اللوائح المنظمة. داخليا مش موجودة. إذا أردتم تحققوا نجاح أسسوا لوائح داخلية. يعني تجي مثلا اعتماد الراتب، تجي اعتماد الراتب عشوائية قبيلة. هذا زائد وهذا ناقص وهذا كذا، إذا فعلا أنت أحيانا يكون الشخص هذا عندما يشوف راتبه أقل ويشوف الشخص الآخر هذا راتبه أكثر، ما اشتغلت ما يعني هنا تتولد عمليات الصراع. يعني شكل السياسة يريد كذا الناس. وإذا لو أعدوا لائحة منظمة تحدد معايير معينة، هذا يعني مثلا يدرس كذا ويتقاضى كذا، هذا يداوم كذا ويتقاضى كذا، معايير الأداء، لائحة تحدد بدقة يعني الأجر، العمل مقابل إيش؟ الأجر مقابل العمل. ما في كل الشركات يعني هذا بالنسبة للجانب الحكومي، ممكن يكون في راتب مثلا الدرجة الأولى الدرجة الثانية وهكذا عندما يتوظف، لكن ما فيش عدالة في توزيع المكافآت. توزيع المكافآت تقتصر على الأشخاص الذين يمتلكون القرار فقط. من يمتلك القرار يمتلك إيه؟ من يمتلك المال يمتلك القرار. تلاحظ دائما المدير المالي
نعم نعم يعني المدير العام عن المدير المالي المهم اللي توقيعه كان في الشيء هذا رقم مصدق.